كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حم. صباح الفل عليكم الكل. صبحية جديدة نادية نستقبلوها برشة طاقة إيجابية وبالحظ المزيان وبجديد زيدة. البرج الحمل تتغير بعض المعطيات المهنية. هوني نحكي مع مراد باللكحل بعد شوي بش يقول لنا شنو ما هلا المعطيات المهنية اللي بش تتبدل. نتعداول الثور يعيش الاستقرار بعد ما حط اليد في اليد مع الحبيب مدام كوثر. وعلى قريب زيدة عندكم جديد رهو. بديك انت بدي تكوني مرتي انت هلا صرتي حبيبة قلبي. ألف ألف مبروك للثور والجوزي متحمس الكل يا فاطمة مش عارسوا الكل. كيف كيف زيد الجوزي متحمس لتحقيق بعض الإنجازات فما كسب جديد. وهوني نحكي راني على مبلغ مالي والسرطان الحماسة مطلوبة ما نحبكش تضيع الفرصة. حظوظ جديدة تحدد أهدافك وتوصل تحقق بعض الأمور اللي عييت يا سلومة وانتي تستنى فيهم. والأسد خليك متسامح عايشك مع الحبيب مش هكا نتصرفوا نعرفك عقل وفهيم. والعذراء نحبك تصبر وما تستعجلش الأمور أمان تريث انتي مطالب بالتفكير وثقتي فيك هي عالية برشا نعرفك قدها. والميزان ترجع الأمور لطبيعتها على الصعيد المهني محليك ومحليك التفاؤل اللي فيك فما توافق فما مصالحة وتوضح زيدة بعض الأمور. والعقرب فرص نجاح راهي تزيد نهار بعد نهار. حظوظك راهي كبيرة لتحقيق طموحاتك تعيش تجربة مهمة. نجاح راهو من نصيبك فما استحقاق مادي يا عقرب لكن أمان ابعد على تبذير. والقوس فرص استثنائية حظوظ زيدة كبيرة وبشارة مهنية تطوي صفحة الماضي ومرحبا بكل مهو جديد. وسؤالنا للجدي علاش مخلي الحبيب في حالة ضياع يعيشك. خليك صريح وحاولوا ألقاو حل لمشاكلكم ما تخليوش الغش يسيطر عليكم. وكان تستحقوا أي تدخلات عنا هوني سي مراد باللكحل ينجم يتدخل للمصالحة. قالك النجم أنا ندخل بالصلح راني. ودالوا أجواء الفرحة في الطريق عنده بشارة مالية يعيش نجاحات مهنية. ونختموا مع الحوت تحقق بعض الإنجازات رغم زيادة بعضك الضغوط. حوتنا الرومانسي عايش الحب أمام الزيد مش ماخو قرار زواج. شو يا بي شو رح يتزوج ونحن مواليد برج الحوت ما رح نتجوز يعني؟ يشدوا الهمة يا رجال. ومثل ما قال صباح فخري العزوبية طالت عليا.